وجريا كالعادة عددا من الأندية الصيفية وذلك للبنين والبنات، وهي موزعة على جميع مناطق الكويت. ولكي نتعرف وياكم أعزائي الشباب على أهم الاستعدادات التي اتخذت من قبل وزارة التربية لاستقبال أبنائنا وبناتنا خلال الفترة الصيفية هذه، يسرنا أن نلتقي بمدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية سيد خالد الحربان لكي يحدثنا عن أهم هذه الاستعدادات. أهلا وسهلا أبو يوسف في هذا اللقاء. أهلا وسهلا محمد. ما نعرف أبو يوسف في بداية حديثنا حول هذا المجال، هل لنا نتعرف ونعطي شبابنا فكرة عن نشاطات الأندية الصيفية؟ الحين إن احنا السنة فتحنا 39 نادي صيفي موزع على مناطق الكويت، في 26 نادي للبنين و13 نادي لأندية البنات. طبعا جريا كالعادة واهتمامنا بالشباب لا شك طبعا أنهم لهم حق علينا كبير. هناك فيها الحين الأندية هذه أنشطة كثيرة، إلى جانب طبعا الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، هناك طبعا أيضا البرامج التلفزيونية والإذاعية في كل حديقة ما يحتاجه الطالب وطالب النادي، لأن النادي أنا في اعتقادي هو مجال خصب للطالب أو لعضو النادي، على أساس أن أثناء العام الدراسي الطالب ما يقدر أنه هو يميل إلى جميع هواياته، فترة الصيف فترة بالنسبة له تعتبر فراغ، فهذا الفراغ لما يستنفذ وهذه الطاقة لما استنفذ على شكل أن الطالب يستفيد من هذه من مزاولة هذه الأنشطة، أعتقد أنه بيكون فيها مجال إبداع وارد، وخصوصا الأنشطة العلمية الحقيقة وضحت، وأيضا الطباعة، ونفس الوقت بتحس أن هناك في تكالب كثير من الشباب على هذه الأنشطة واستعداد، وخصوصا الأنشطة الصحفية والإذاعية تلاقي الطلبة يقومون بدور كبير في عمل لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، وهذا بعتبر أنا يعني مجال جدا في فائدة بتعود حيدة لي على الطلبة والطالبات وتأكيد العام الدراسي في الأندية الصيفية. نعم، ما نعرف أبو يوسف بالنسبة لي الهيئة المشرفة على النادي الصيفي وكيفية اختيارهم، يعني هل هناك مثلا مواصفات يجب أن تتوافر فيها الهيئة المشرفة على كل نادي سواء بنين أو البنات؟ والله أنت حين سألت سؤال يمكن يغيب عن أذهان كثير من الناس، لكن طبعا نحن الهيئة الإدارية المسؤولة عن النادي أو نسرة النادي هيئة من الهيئة التدريسية الموجودة داخل المدارس، إنما كيفية اختيار هذا الشيء الحقيقة بيكون في تعاون كبير بيننا وبين الإدارات التعليمية. إحنا بنبعث نشرة يوقعها وكل وزارة بتروح إلى المدارس، بيتقدم من يرغب للعمل في المجال في الأندية الصيفية، بنأخذ المتقدمين وطبعا نبعثهم إلى الإدارات التعليمية ليضعونهم حسب تقريرهم السنوي بالتسلسل من واحد مثلا تقدم 100 من واحد لغاية 100 يسلسلونهم الاحتياج. إحنا بنأخذ مثلا 30 نادي بنأخذ من واحد لغاية 30 ونضع الفرصة في الاختيار طبعا بالترتيب على أساس أن اللي بيعتذر بنحطه بداله، في تعاون بيننا وبين الإدارات التعليمية المسؤولة عن هذا المدرس في عملية الاختيار. وهنا طبعا في شباب وفي مدرسين ومدرسات وفي زملاء الحين كان لهم مدة يعملون معنا، طبعا هذا أيضا تأكيد لجهدهم وتعاونهم المثمر معنا، أيضا نحن بنزكيهم ويكون لهم طبعا حق أيضا الأولوية في عملية ما نعرف أبو يوسف. طبعا برنامج احنا رياضي بحت، والأندية الصيفية طبعا بالنسبة لي نشاط الرياضي بالأندية الصيفية نشاط كبير، ما نعرف هل هناك برنامج زمني معد لهم خلال فترة الأندية الصيفية؟ نعم، احنا الآن اجتماعاتنا جارية وتمت خلال الآن الفترة الماضية، والآن أصبحنا في دور التنفيذ ابتداء من الآن. هناك في برنامج رياضي سيوزع على شكل مناطق. أنا الحين اجتمعت مع اللجنة الرياضية وكان في قرار أن احنا نبتعد عن حدة المنافسات في عملية المسابقات اللي فيها بتولد الاحتكاك الزايد، نريد أيضا أنشطة صيفية على أساس تجمع الأندية بشكل اجتماعي بشكل روح رياضية، فحاولنا أن احنا نخلي أيضا المسابقات بشكل لقاءات وزيارات بين الأندية وعمل أيام رياضية يعني بينهم، ووزعنا الأندية الحقيقة إلى مناطق، إلى 10 مناطق وزعنا الأندية 39 نادي إلى مناطق، كل منطقة راح تلاقي بينهم الزيارات وعمل البرامج الترويحية ومن ضمنها طبعا البرامج الرياضية. وأيضا أبو يوسف
سمعنا هناك افتتاح نادي خاص للإرشاد. نعم. ماني عارف هل نتطرق للموضوع؟ اي والله الحقيقة هو بدر في ذهننا من العام الماضي بيننا وبين وزارة الداخلية، والتعاون كان لإفتاح نادي للرشاد ونادي للشباب. طبعا الدولة بتولي الحقيقة الاهتمام لكل إنسان ولكل فرد حيدة، ومن واقع اهتمام حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد والوزارة في نفس الوقت ووزارة الداخلية، أن نؤكد دور هذا الشباب الحقيقة في أنهم يأخذون أيضا فرصتهم، لأن إذا أخطأ هذا الإنسان سيصبح إن شاء الله في المستقبل أنه هو كإنسان أيضا صالح في هذا المجتمع. وهنا تدفع في أندية صيفية وفي أيضا مشرفين من قبل الهيئة التدريسية والمدارس بيشرفون، ونجحت فكرة العام الماضي وكان تنافس بينهم وبين الأخوان أيضا زملائهم في الأندية الصيفية الأخرى، وكانت الحقيقة فكرة ناجحة جدا. والسنة هذه أنا أيضا بأكد على أن احنا في شهر رمضان الكريم يصادف أندية صيفية، فإحنا أيضا هناك استحدثنا النشاط الديني، الدور الكبير طبعا كدولة إسلامية دولة الكويت بتؤكد الدين الإسلامي، أيضا استحدثنا النشاط الديني ووضعنا مشرفين دينيين على أيضا أن يكون البرنامج الديني ما أخذ حقه خلال الأندية الصيفية. بيوسف، ماذا عدت الإدارة بخصوص جزيرة فيليتش بالنسبة لأندية البنين والبنات؟ الحقيقة أن احنا أيضا من ضمن خطتنا أن احنا راح نكثف النشاط إلى جزيرة فيليتش، وراح نكثف عملية الاحتفالات اليومية والاحتفالات اللي راح تكون خلال أسبوعية بالتعاون مع الترويح السياحي، لجنة الترويح السياحي، على أن احنا أيضا تشارك جميع الأندية في إحياء بعض البرامج الاجتماعية والثقافية في جزيرة فيليتش إن شاء الله. وإن شاء الله طبعا عدينا كل شيء والسكن وكل شيء والمشرفين الحقيقة. ماني عارف أبو يوسف، قبل أن ننهي لقاءنا بالمناسبة هذه وبصفتكم مديرا لإدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية وهي الجهة المسؤولة عن الأندية الصيفية، ماني عارف في نهاية لقاءنا هل من كلمة تحب توجهها لي أبائنا وأمهاتنا لحث أبنائهم للاشتراك بالأندية الصيفية؟ الحقيقة من ضمن السؤال سألت لماذا عدد أندية البنات أقل من أندية البنين؟ الحقيقة أيضا إقبال الطالبات على الأندية الصيفية قليل، وجائز أن هذا يأتي من تحفظ بعض أولياء الأمور، لكن أيضا أحب أقول وأكد أن النادي الصيفي ما هو إلا شبيه بالمدرسة في عملية الإشراف والتوجيه بجو روحي تعاوني بين أسرة النادي، من رئيس النادي، نسمينا رئيس النادي ما سمينا ناظم المدرسة، مع أنه ناظم المدرسة رئيس النادي أو رئيسة النادي، بجو فعلا يمتاز فيه. وأنا أطلب من أولياء الأمور إذا عندهم أي استفسار، مكتبنا موجود، الإدارة موجودة، الوزارة موجودة، والنادي في المنطقة موجود، لذلك أتمنى إن شاء الله أن يستجيبون ونشوف السنة هذه الإقبال على الأندية ويلاقون فيه الحقيقة المجال الخصب لأبنائهم. واحنا بدورنا ابو يوسف في نهايه هذا اللقاء اعزائي الشباب نتقدم بشكر جزيل لمدير اداره النشاط المدرسي بوزاره التربيه السيد خالد الحربان على هذا اللقاء، وباسمكم اعزائي الشباب نتمنى له دائما وابدا كل توفيق ونجاح لخدمه ابنائنا الشباب في هذا المجال، وشكرا.